This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. مرض كبير يهدد مستقبل البلاد. المرض يتمثل بالجهل، مش جهل الكتابة والقراءة، أما جهل الثقافة. ولينا نروا أشياء محزنة في مجتمعنا، شبابنا قاعد يضيع منا، والمسؤولين على هذا هم أحنا. المرض عنده دواء، الكتاب. الكتاب ينمي ثقافتنا ومعرفتنا، ينشط خيالنا ويدوينا من جهل. على هذا عاونونا نديروا أكثر عدد ممكن من ظاهر بلادنا بالتبرع بمفاق حاجتكم من المراجع الأدبية وللكتب اللي تروى صالح الصغيرات من 6 ل 12 سنة. بتبرعاتكم باش نهديو مكتبة لكل مدرسة خاصة في المناطق المحرومة.